في أول صفقة كبرى ضمن مساعي السعودية لاستثمار ثرواتها الهائلة في صناعة التعدين العالمية، وقعت المنارة للاستثمار المعدني المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة معادن اتفاقا لشراء 10% من وحدة المعادن الأساسية التابعة لشركة فالي البرازيلية. الصفقة البالغ قيمتها 2,600,000 دولار مع ثالث أكبر شركة تعدين في العالم، تمنح المملكة مصالح في مناجم لإنتاج النحاس والنيكل ومعادن أخرى من إندونيسيا إلى كندا. ومؤخرا تحولت صناعة التعدين إلى محور رئيسي في خطة السعودية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، مع طموحات لبناء صناعة محلية قوية وكذلك الاستثمار في الخارج. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أبها محمد آل دليم، عضو اللجنة الوطنية للتعدين، رئيس مجلس الإدارة لشركة المناجم الكبرى. أهلا وسهلا بك سيد محمد، شكرا لانضمامك معنا. بالطبع يعني ربما هذه الصفقة كانت محل يعني عناوين كبيرة وعريضة في كثير من التقارير التي تتحدث بأن السعودية تقوم بأول رهان عالمي كبير في مجال التعدين عبر هذه الصفقة، ومحور الجدل كان يتعلق بأنه هل الصفقة قد تواجه أي تأخير أو عراقيل من جهة كندا التي تضع قيود على الاستثمارات الأجنبية في مناجم التعدين تحديدا. حياكم الله وشكرا على الاستضافة. الحقيقة لقد نجحت المملكة منذ إطلاق الرؤية المباركة في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، ويشمل هذا التحول عدة جهود ولعلها أهمها قطاع التعدين. قطاع التعدين يتجه نحو دفع الانتقال للطاقة النظيفة، وحيث تشير التقديرات أن الطلب السنوي على المعادن المهمة والضرورية لتقنيات الطاقة النظيفة يصل إلى أكثر من 400 مليار دولار بحلول عام 2050، وذلك لزيادة حجم الحاجة للطاقة النظيفة. المملكة شرعت في برنامج طموح لتنمية وتطوير قطاع التعدين بشكل كبير سواء محليا أو دوليا، ولعل إطلاق منارة للاستثمار التعديني ومشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة معادن عملاق التعدين الوطني، الذي يتحول الآن للعملاق إن شاء الله به شركة منارة كعملاق عالمي، يستهدف إتمام هذه الصفقة رغم المنافسة التي يجدها من قبل الجهات المهتمة في إتمام هذه العملية مع شركة ريو فالي البرازيلية والمتخصصة في إنتاج النحاس والنيكل. الاستثمارات السعودية في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي هي لتأمين المعادن الاستراتيجية، وهذا الاستثمار لمنارة يصل تأسيس الشركة إلى 12 مليار ريال، علما بأن الصندوق يعتبر طرفا ذا علاقة حيث يمتلك أكثر من 67% من أسهم معادن. الطاقة النظيفة وتقنيات المعادن الخضراء أصبحت المملكة اليوم تبرز كدور مهم في العمل المناخي، وتظهر جهودها بحيث أن تصبح مركزا عالميا، ولعل هذه الصفقة بإذن الله في حال إتمامها ستكون هي باكورة الانطلاق لهذا العمل الدولي في مجال قطاع التعدين رغم المنافسة القوية من قبل شركة التجارة اليابانية ميتسو وشركاء، وأيضا جهاز قطر للاستثمار على ما أعتقد. نعم سيد محمد، السعودية قامت بخطوات عدة من أجل الاستثمار أو جذب الأموال للاستثمار داخليا في قطاع التعدين. قد يتساءل بعض ما الذي سيضيف هذا الاستثمار والتوجه خارجيا، وخاصة البرازيل، لماذا اختيار هذه الشركة الموجودة في البرازيل؟ الشركة البرازيلية هي كما تفضلتم في تقريركم تعد يعني الرانكينج الرقم الثالث على مستوى العالم في مجال صناعة التعدين، وشركة تأسست من العام تقريبا 1964، والريفينيو تبعها يصل إلى أكثر من 55 مليار دولار، وهو رقم كبير، وهي متخصصة في مجال صناعة النحاس والنيكل والنحاس تحديدا كمعدن هام تسعى المملكة للتنافس والحصول إليه، حيث أن منارة تهتم في صناعة النحاس والنيكل
والليثيوم، والنحاس بالتحديد كعنصر وناقل للطاقة ومعدن استراتيجي الآن على محور صناعات الكوكب، يمثل أهمية قصوى، ولعل خطوة الاستحواذ هذه تعيدنا إلى نظام الاستحواذات والاندماجات التي تمت سابقا، في الغالب تذكرنا باستحواذ بي اتش بي بلتون على منافستها ريو تنتو في 2008 في صفقة بلغت 150 مليار دولار. والآن أيضا هناك صفقات تتم على في بهذه الاستحواذات وهذه الاندماجات. لعل الاستراتيجية لدى منارة للاستثمار التعديني دوليا تبدأ بهذا الانطلاقة. التنافس طيب أستاذ محمد كبير. اسمح لي أن أسألك، لكن يعني هذه الصفقة الأخيرة، وعادة يعني هل ينتظر من هذه الصفقات عائدات نقدية يتم استغلالها أو توظيفها في قطاعات أخرى داخل المملكة، أم أنه يعني الحصول على هذه المعادن يتم توظيفها في يعني صناعات داخل المملكة يتم تطويرها؟ لأنه نعرف أن هناك في مبادرة كبيرة وهناك العديد من الصناعات التي تستضيفها السعودية. نعم بلا شك، المملكة وضعت نفسها الآن على خارطة أهمية الإنتاج، لعل معادن البطاريات أو معادن البطارية الإي في مينرالز اللي اليوم المملكة بالاستحواذ على أسهم في لوسيد، والحراك الذي يتم الآن في تأسيس داون ستريم والأب ستريم في ميناء جيزان وفي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، أيضا مشاريع كلها عملاقة تعود بالنفع على قطاع التعدين وعلى الاقتصاد الوطني السعودي، ولعلها تسد من الفجوة الكبيرة المحتملة بين العرض والطلب، لأن أهمية يعني معدن النحاس تحديدا من المتوقع أن ينمو الطلب على النحاس عالميا من 25 مليون طن متري اليوم إلى أكثر من 50 مليون طن متري بحلول عام 2035، المستوى قياسي، ولن تستطيع لا يعني كل المشاريع الآن القائمة حول مشاريع مناجم النحاس العالمية لن تستطيع أن توفر إمدادات جديدة. شكرا. لأهم معدن في إنتاج الطاقة. محمد آل دليم، عضو اللجنة الوطنية للتعدين، رئيس مجلس الإدارة لشركة المناجم الكبرى، شكرا جزيلا لانضمامك معنا اليوم، نرحب بك دائما على شاشة الشرق.